يا أكرم الخلق مالي من نلوذ به سواك عند حلول الحديث الأمين مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تهلى باسم ملتقم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنا من جودك الدنيا وضوتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نفس لا تقنطي من زلة العظمى إن الكبائر في الغفران كالنممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلا رغمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل وجائي غير منعكس لديك واجعل لسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والدف بي أعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والعلي والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مارنا هجعد في الباني ريح صبا وأطرى بل عيسى بالعيس بالنغام مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الميضاء النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن
عثمان ذي الكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعيد الزبير طلحة وغابي عبيدة وابن عوف الأشير الكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا رب يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.